صباح الخير. الحمد لله رب العالمين على الأمطار اللي أمس شهدتها السلطنة، وأيضا أحيي جميع الأخوة وأرجو الانتباه أثناء عبور الأودية والأمطار مهم جدا لهذا، وأرجو أيضا مساعدة الأشخاص. أنا سعيد كثير لضيوفي الأستاذ حمود الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للإعاقة السمعية، والأستاذ يحيى المعمري نائب رئيس اللجنة الرياضية العمانية للصم. طبعا اليوم موضوعنا عن المشاركة في الاتحاد العالمي للصم في جمهورية كوريا الجنوبية، وطبعا ما هي هذه النتائج من خلال هذا المؤتمر الذي تم المشاركة. السلام عليكم أستاذ حمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أخواني جميع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، شكرا أخي سلطان على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج الرائع. شكرا أستاذ حمود. أخي الأستاذ يحيى زميلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي سلطان، ونحمد الله عز وجل على هذه الاستضافة في هذا برنامج قهوة الصباح الرائع المتابع من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. شكرا جزيلا. طبعا أنا فخور جدا أني أستضيف نخبة من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للتطوير وأيضا للمشاركات الخارجية لسلطنة عمان، وأيضا لتطوير والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. سؤالي لك الأستاذ حمود، طبعا هل هي المشاركة الأولى لك في الاتحاد العالمي للصم الذي تم انعقاده في جمهورية كوريا الجنوبية؟ نعم، تمت المشاركة في الاتحاد العالمي للصم وكانت في جمهورية تركيا، أيضا تم قبل 4 سنوات، وأيضا تم المشاركة في فرنسا، وهذه المشاركة الثالثة لي في جمهورية كوريا الجنوبية. بالنسبة للاتحاد العالمي للصم حقيقة له مشاركات من جميع أقطار العالم، هذه فرصة رائعة لك في المشاركة في الاتحاد. الأستاذ يحيى، كيف تركيزكم أيضا لهذه المشاركات؟ هل هي المشاركة الأولى لك في مثل هذه المؤتمرات؟ طبعا المشاركة الأولى لي هي في جمهورية كوريا الجنوبية، طبعا هذه لرياضة الصم، وطبعا الشرف أن نشارك في هذا المؤتمر في الاتحاد العالمي، وهذه شرف مشاركة جيدة أيضا نستفيد في رياضة وتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ولذلك أيضا لنقل التجارب أيضا للسلطنة. ممتاز حقيقة أخي يحيى، وهذه أيضا ثقافة أيضا وتوعية بما يدور في المؤتمرات والمشاركات الخارجية وخاصة في الاتحاد العالمي للصم. أستاذ حمود، كيف بالنسبة ما هي البرامج أيضا أو في المشاركة في هذا الاتحاد العالمي أيضا، هل هو يمثل في رياضة؟ هل هي فرصة لكم؟ نعم نعم، وهذه أهداف مهمة جدا ولها فوائد في المشاركات من خلال تبادل خبرات السلطنة، أيضا نقل تجاربنا، أيضا نقل تجارب الآخرين في السلطنة، وكل ما هو جديد أيضا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. الحمد لله طبعا كانت فوائد جدا مهمة جدا، وأيضا نحن نقوم بدورنا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ما هي الطرق أيضا والأساليب الحديثة في تطوير الرياضة العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؟ وحقيقة طبعا هي ثقافات مختلفة، المشاركات من الدول الأوروبية أيضا من الدول الأخرى، والحمد لله رب العالمين. طبعا أيضا مشاركات، أول مشاركة طبعا تكون لنا في هذا الاتحاد من آسيا، وكان مشاركة ممتازة، وأيضا التواصل مع الأشخاص وما هي الطرق أيضا
نحن كأعضاء أيضا في مشاركة بالنسبة لهذه الرياضات. حقيقة أنا فخور كثير جدا للتواصل والفرص اللي تدور في الاتحاد العالمي للصم، وأيضا التبادل والمشاركات، وهذه مهمة جدا. شكرا أستاذ حمود. ما هي البرامج التي تم مناقشتها وأنتم كأعضاء أو ممثلين في هذه الجمعية؟ هل هناك حوار مثلا في لغة الإشارة، أو ما هي البرامج التي رسمت في الاتحاد؟ طبعا نحن تم مشاركة 4 من الأخوة أعضاء بمجلس إدارة، أحمد الربيعي وأيضا ماجد ومجموعة في تم مشاركاتنا. أيضا لدينا خبرة أيضا من خلال مشاركات في المؤتمرات السابقة، وهذه المشاركة كانت في جمهورية كوريا الجنوبية. حقيقة كان عدد المشاركين يفوق العدد 2000، وأيضا كان في حوار مدمج بالنسبة للاتحاد العالمي للصم، وأيضا نقل هذه التجارب من أنحاء الدول، وكانت لنا لقاءات أيضا بالنسبة لبعض من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا من الخبرات في الاتحاد العالمي للصم، وكان تبادل خبرات جدا، وصار لنا نوع من الحوار الهادف الذي من خلاله يمكن أن يكون تطوير بالنسبة لي كعرب أيضا، وأيضا كأسيويين، وأيضا ما هي الطرق في الإشارات التي تدور، وما هي الإشارات المنتشرة في العالم، وهذا دليل على أنه يكون في تبادل، وهذا طموح الواحد يطمح فيه. وأيضا نحن ننقل تجربة لبلدنا سلطنة عمان، وأيضا أنا تم حقيقة المشاركة والأهداف النبيلة، وأيضا يكون لدينا اندماج من خلال هذا الحوار الهادف، وأيضا نبقى ذكريات. كيف شعورك أستاذ حمود وأنت حقيقة تشاهد في هذا المؤتمر من خلال المحاضرات أيضا تبادل الخبرات؟ ما هي الفوائد من هذا المؤتمر؟ حقيقة في الاتحاد العالمي للصم كانت توجد 4 ورش جميلة، وحقيقة وكانت لغة الإشارة الهادفة أو من ضمن الحوار في هذا المؤتمر، ومن خلال هذا يتم تدريب بعض الأشخاص الناطقين لهدف كسب المهارات في لغة الإشارة، وهذه حقيقة نقل تجربة وعساس أن يكون مترجمين أيضا موجودين في هذا المؤتمر. كيف آليات وما هي الأساليب حقيقة في لغة الإشارة؟ نحن كأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كيف طريقتنا أن نحن نوصل هذه المعلومات أو لغة الإشارة بالنسبة للمترجمين والخبرات والمخلصين في لغة الإشارة من خلال الورش التي تم عملها في هذا المؤتمر، أيضا وسائل الإعلام، أيضا معلمين، وكان مجموعة من المشاركات حقيقة الهدف لتطوير، وهذه حقيقة مهمة جدا في هذا المؤتمر أيضا لفهم ما يدور من خلال هذه المهارات، وأيضا كيف اكتساب المهارات والاندماج بالنسبة لذوي الإعاقة السمعية. ممتاز جدا جدا، وهذه حقيقة تحديات جدا. بالنسبة لأستاذ يحيى، لغة الإشارة العمانية كيف وجدت يعني التواصل مع اختلاف في بعض اللغات الإشارة من جميع أنحاء العالم؟ ما هي وكيف طريقة الوصل؟ يعني هل في تحدي لديكم؟ ممتاز على هذا السؤال، وهذا سؤال مهم جدا حقيقة. عندما حقيقة تم استقبالنا انبهرت من مجموعة وأيضا من أشخاص ناطقين وهم يتحدثون بلغة الإشارة، في أشخاص حقيقة من الدول الإسلامية، حقيقة من الدول العربية، مشاركات من جميع أنحاء العالم.
وأيضا كانت لدينا سهولة أيضا مترجمين، وجود مترجمين بارعين لسهولة التواصل أيضا في لغة الإشارة، ومن خلال الحديث أيضا في مترجم لآسيا وفي مترجم أيضا للدول الأوروبية. حقيقة يوجد مترجمين لعرب ومن دول أوروبية ومن جميع أنحاء السلطنة، وكان حقيقة التواصل موجود فيما بيننا، ولغة الإشارة حاضرة بالفعل في هذا المؤتمر، ولله الحمد تواصلنا كان مع المترجمين بكل سهولة. وأيضا الصم ما شاء الله عليهم حقيقة من خلال ثقافات يوجد وخبرات من خلال هذا المؤتمر، ولله الحمد تم التواصل مع المترجمين. أيضا مهم جدا حقيقة لغة الإشارة على أساس أن تطوير للمترجم أو الخبرة في لغة الإشارة، وهذه فائدة مهمة جدا. وأيضا تعلم لغة الإشارة مهمة، سواء نقل لغة الإشارة العربية إلى جميع أنحاء العالم، وأيضا العكس صحيح بالنسبة لاكتساب اللغة الدولية واللغة العالمية في لغة الإشارة. أيضا حضور بعض المترجمين موجودين مثل الأخت زينب، ومجموعة حقيقة كبيرة تمت المشاركة في المترجمين، وأيضا كان حضور مترجمين لغة الإشارة، وهذا مهم واجب أيضا مشاركة المترجم لغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في هذه المؤتمرات، وهذه مهمة جدا لنقل تجارب أيضا في بلدنا الحبيبة سلطنة عمان، وأيضا من خلال المحاضرات التي سوف نقوم بها محاضرات، وهذا مهم جدا على أساس النهوض بالشباب من ذوي الإعاقة السمعية في لغة الإشارة. وحقيقة يجب أن يكون تبادل من خلال المترجمين، سواء من الآسيويين أو الدول الأوروبية. حقيقة هدف مهم جدا أيضا دعم دولي في لغة الإشارة في الاتحاد العالمي للصم، وخلق شراكة حقيقية في هذه المؤتمرات. ما هي الرسالة أو النصيحة التي توجهها الأستاذ حمود بالنسبة لي؟ حقيقة المشاركة كانت في جمهورية كوريا الجنوبية، وأيضا كان الخبرات من الاتحاد العالمي للصم، وكانت حقيقة المشاركة لدينا رائعة من هذا. وأنا أوجه رسالة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر هذه التجارب ونقل هذه التجارب الاتحاد العالمي للصم في لغة الإشارة في بلدنا العزيزة. باختصار أستاذ حمود، وين بيكون المشاركة بعد الأربع سنوات بالنسبة للاتحاد العالمي للصم؟ حقيقة تم إجراء القرعة لاختيار الدولة المستضيفة إن شاء الله بعد أربع سنوات، سواء من جميع أنحاء من خلال هذه الانتخابات. حقيقة الدورة القادمة إن شاء الله ستكون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا حقيقة فخر لنا حقيقة أن يكون أحد من دول المجلس التعاون لتنظيم هذه الفعالية والاستضافة، ولله الحمد. ونحن نبارك لإخواننا وشقائنا من ذوي الإعاقة السمعية، إن شاء الله ستكون مشاركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة نبارك لإخواننا في الدورة القادمة في سنة 2027، إن شاء الله ستكون مشاركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله نحن سنكون مشاركين بإذن الله. شكرا أستاذ حمود. ما هي الكلمة الأخيرة؟ حقيقة أنا أوجه لك كلمة أخي سلطان على الاستضافة، وأنا أوجه من هذه الكلمة حقيقة لإخواننا في دولة فلسطين وأيضا ما يدور في غزة. أتمنى كلمة دعاء، الله يحفظ الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والشعب الفلسطيني.
كلمة وجهها للأستاذ يحيى. شكرا أستاذ سلطان على هذه الاستضافة الجميلة، حقيقة أنا أحيي أخواني ذوي الإعاقة السمعية كثير كثير في سلطنة، وأيضا أوجه كلمة للشكر للداعم الأول لمولانا جلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله، وأيضا إلى الأسرة الكريمة، وأيضا حقيقة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على ثقافتهم وأيضا دائما في تطويرهم في الرياضة العمانية. وأنا سعيد جدا جدا لوزارة الشباب والرياضة أيضا لدعمهم المستمر من خلال المشاركات في هذه المؤتمرات. وأيضا شكرا أخي سلطان على الاستضافة في برنامج قهوة الصباح. كلمة طبعا أستاذ حمود، شكرا. نحن نوجه بالدعاء إلى أخواننا من ذوي الإعاقة السمعية وأيضا إلى الشعب الفلسطيني، الله يحفظهم إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.